المشاهدين اهلا بيكم معانا في فقرتنا الاسبوعيه فقره الجمال والجلد. الحقيقه احنا النهارده معانا جواب وصل للبرنامج في مشاهده عندها بعض الاستفسارات وهنشوف تساؤلاتها وهنشوف الرد عليها. الحقيقه هي بتقول انها كانت بتتمتع ببشره قمحيه زي زميلاتها في المكان اللي بتشتغل فيه، وقرت اعلان عن الاعشاب اللي بتقوم بتفتيح البشره، وطبعا الاعشاب دي كانت مناسب بالنسبه لها، فعلى الفور قررت ان هي تشتريها وتجربها. وبعد حوالي 3 شهور بدات تشعر انه في وجهها بعض البقع البيضاء شديده البياض بتظهر، وبعض البقع شديده السواد بتظهر ايضا في الوجه. وذهبت لكثير من الاطباء اللي اخبروها جميعا بانه هذه الحاله هي البهاء، وطبعا هي مخضوضة قوي على نفسها وحاسة ان هي بدأت نفسيتها تتأثر من هذا، ان طبعا الوجه هو اللي اصيب بهذا المرض. وتساؤلاتها بتقول ان هي عايزة تعرف هل فعلا هذه الحالة هي حالة البهاء، واذا كانت هي حالة البهاء فما طريقة العلاج. طبعا احنا معانا الاستاذ الدكتور منير ويليام استشاري جراحه التجميل والامراض الجلديه. بنرحب بحضرتك معانا يا دكتور. صباح الخير. اكيد حضرتك طبعا سمعت معانا الاستفسارات، فعايزين راي حضرتك في الحاله وطريقه العلاج اذا كان امكن ممكن عن طريق هي توصل لطريقه العلاج. هو الحقيقه الرساله دي معبره جدا، والحقيقه احنا بنشوف حالات كتير جدا بهذا الشكل، ان بتبقى في بعض الاعلانات الوهميه اللي الناس بتندفع اليها، ويبتدي الشخص يسيء استخدام الحاجات اللي بياخدها، وبتكون النتيجه مضاعفات جانبيه. سواء كانت الحاله دي مثلا بالنسبه للبشره، حالات ثانيه بالنسبه للسمنه والتخسيس، حالات ثالثه بالنسبه لظهور الشعر، حالات رابعه بالنسبه للقوه الجنسيه وهكذا. المشكله ان احنا فعلا مش ضد استخدام الاعشاب، احنا بنحب ان استخدام الاعشاب يكون مقنن. الاعشاب دي مواد نشيطه جدا، ومثلا في حاله زي تفتيح البشره سيادتك، لنفرض ان هذا العشب فيه مثلا 14 ماده نشيطه، فيهم ماده فعلا بتشتغل على البشره وبتعمل تفتيح للبشره، وهنقول ازاي دلوقتي، وفيها مثلا 13 ماده تانية بتشتغل على حاجات تانية، بتكون نتيجتها ان صحه الانسان وكبد الانسان وطحال الانسان وكل اجهزه الجسم اللي بتشتغل هي التي تعاني من هذه المشكله. اذا اتكلمنا على تفتيح البشره زي ما الاخت بتتكلم، فتفتيح البشرة بيكون عبارة عن فين تفتيح البشرة. أساسا في البداية لون البشرة المسؤول عنه هي خلايا الصبغيات أو الخلايا الملونة للجلد، وهذه الخلايا بيكون في وقت من الأوقات إحنا بنحاول نشتغل على النشاط بتاعها. في نوع من الكريمات الطبية بتحاول تقلل نشاط هذه الخلايا لغاية لما ترجعه لمعدل الطبيعي. يعني واحد راح مصيف بشرته غمقت شوية، بنديله كريمات ترجع كما كانت. دي نوع من الكريمات المستحب، وده اسمه تفتيح البشرة الطبي الطبيعي. إنما في نوع تاني من الكريمات والأعشاب اللي هي بتشتغل على البشرة وتقلل نشاط هذه الخلايا الملونة لأقل من النوع الطبيعي، وبالتالي أنا بوقف نشاط حاجة وظيفة الجسم ربنا خليها فينا بتشتغل بطريقة طبيعية، أنا بقلل من نشاطها. صحيح ان الجسم ان البشره بتبتدي تفتح، لكن بتكون النتيجه الحاجات زي الحاله الرساله دي بيحصل فيها نوع من البهاء، البهاء الصناعي ده بهاء هي عملته بنفسها، هي تناولت عقار معين او عشب معين كانت نتيجته ان اثر على نشاط الخلايا الصبغيه الموجوده في الجلد وقلل من وظيفتها اقل من المعدل الطبيعي، وكانت نتيجته ان في حتت افتحت وحتت اغمقت. فدي مشكله كبيره جدا الحقيقه، وفرصه من خلال برنامج صباح الخير يا مصر ان احنا ننبه ان ممنوع استخدام اي عقار الا باستخدام الطبيب. ايش حال بقى لما يكون اي عشب؟ فلا بد ان يكون في استشاره طبيه، ولا بد ان هذه الاشياء تبقى. بالنسبه للحاله دي طبعا ده بهاء صناعي، وده نوع من انواع البهاء اللي محتاجه للمناظره، وطبعا هتمشي في طريق العلاج اللي معروف بالنسبه للبهاء. احنا بنقول بهاء صناعي ليه؟ لانه ده ناتج من شيء هي استخدمته خارجي. ده بيفرق كتير عن البهاء الطبيعي. بالنسبه للبهاء الطبيعي زي ما احنا بنقول، فهذا البهاء الطبيعي بيكون ليه نظريات لتكوينه. قد يكون البهاء الطبيعي الناتج عن خلل بالغدد الصماء، وقد يكون البهاء الطبيعي الناتج عن خلل بجهاز المناعه للنفس، وقد يكون البهاء الطبيعي الناتج عن العوامل النفسيه للشخص. ده البهاء الطبيعي، ده اللي بنشوفه. وفي كل حاله من الحالات اللي ذكرتها بتختلف طريقه العلاج، ولا هو نفس خط واحد للعلاج؟ هو مبدئيا البهاء من الامراض الصعبه جدا في علاجها، واللي السيطره عليها بتكون صعبه في معظم الحالات.
صحيح ان في العلاج عن طريق الادويه المعينه، وصحيح ان في العلاج عن طريق الاشعه فوق البنفسجيه، لكن كل هذه الاشياء لا زالت في حالات بتستجيب وبتدي نتيجه هائله لغايه 10% من الحالات، لكن اكثر من 90% من اللي تحتاج ان هي بتاخد علاج لفتره طويله. لكن يمكن الجديد في الطب برضه فرصه ان احنا نتكلم في علاج البهاء، ان الحاجه الاولانيه بنستخدم حاجه اسمها صبغات نباتيه واخده موافقه الاف دي اي، ودي اعلى هيئه علميه في العالم بتهتم بصحه الانسان في امريكا. هذه الصبغات النباتيه بتدي لون الجلد، والحقيقه بقى صعوبتها ان هي بتحتاج لاكثر من جلسه. في طريق تاني اللي هي بنزرع حاجه اسمها المايكروجرافتس، اللي هي عباره عن رقعه جلديه دقيقه جدا في الاماكن المصابه بهذا البهاء، على اساس ان هذه الاماكن وتبدا في الانتشار. لكن طبعا زي ما انت شايفه طريق صعب، طريق طويل وبيحتاج اكتر من جلسه، والمريض بيعاني على فتره طويله قد تصل الى شهور وقد تصل الى سنوات وقد لا تشفى. طب ليه انا ادخل نفسي في كل هذه المتاهات من الاول وانا في ايدي بشره ربنا خلقني بيها امحيه اللون جميله بين زميلاتي؟ هو المطلوب بس ان انا اسال واعرف الطريق ماشي ازاي، وفي الاخر هتكون النتيجه احسن اكيد كتير. احنا في نهايه لقاء بنشكر حضرتك جدا يا دكتور. شكرا، صباح الخير. اعزائي المشاهدين، احنا في نهايه لقائنا بنتمنى لو في استفسارات او اي تساؤلات تبعتوها على عنوان البرنامج ماسبيرو كورنيش النيل، برنامج صباح الخير يا مصر، قطاع الاخبار، فقره الجمال والجلد. في نهايه لقائنا بنشكركم وبنلتقي بكم في مثل هذا الموعد من الاسبوع القادم ان شاء الله. شكرا لكم والى اللقاء. Thank you.